طبعا يا نانسي مايا، انا مش عم حقق معك بشكل رسمي. ليش؟ هو في تحقيق رسمي وتحقيق مش رسمي؟ في اللي بدك اياه اطلبي وتمني، بس هلا انا بدي اياك تساعديني. مين بتعرفي من الاسامي؟ معظم الشخصيات معروفة. لا لا لا، بعرف. أنا قصدي أسألك مين بتعرفي بشكل مباشر. حمزة وحبيبة. حمزة وحبيبة، مش معقول. دايما بتحسي في جوز هيك بينذكروا مع بعضهم، روميو وجولييت، آدم وحواء، حمزة وحبيبة. حبيب قلبي، موت فيهم. مين كمان؟ في شيء، بس ما بعرف إذا رح يكون مهم للقضية ولا لا. كل شيء مهم للقضية. نتوفة مهلومي مهمة للقضية. أنا بقرر، خلصيني. شو؟ عماد اللي هو دودي، يعني صار في بيناتنا قصة غريبة شوي. دودي؟ خرب بيتك يا دودي. احكي لي احكي لي.